توماس ها شكلي ايه بيرفكت ستايل ها طب قول لي الساعه باينه كده باينه اوكي ايه اقفش عشان ابقى جان لا 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 انا عايز ابقى انا فانكي وايلد فاهم ما تتدخلش في المراكش فيه همشيك اوكي يلا يلا ستاند باي 5 4 3 2 1 صباح الخير يا مزاريتا صباح اشتاط النهارده يوم ميلاد قناتكم الفضائيه الجديده الجامده جدي مزاريتا تي في هتروشكو وتفرفشكو وفي مشاكلكو هتحللكو مع مزاريتا تي في المزاريتا بقت على الخريطة ايه؟ عيد مش عيد تاني مش عيد مش هتديني اداء انا عملت ده وخلاص خلص الموضوع مش ممكن اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الجديد برنامج الست الفت النهاردة أولى فقراتنا هي فقرة الأكل وطبعا كلنا بنحب الأكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببة والنهاردة هنحضر أكلة بسيطة جدا وهي فطيرة البروكلي بالرمان وأنا عارفة إن الأكلة دي كل الأطفال دايما بيطلبوها منكم يا مامي عايز فطيرة البروكلي بالرمان يا مامي عايز فطيرة البروكلي بالرمان ودايما بيشتروها من بره بس لأ نقول نو ونعمل ستوب إن ذيس بوينت ونخاف على صحة أولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم إحنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجة اسمها مستحيل مفيش حاجة اسمها إن البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره احنا هنا بنعمل كل حاجة في بيوتنا بايدينا النظيفة والمقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وموجودة في اي سوبر ماركت والمقادير هي 1/2 كوب اوف زيت زيتون 3 حبات رمان بصلتين مبشورين وبيض وملح بيدوب في نص كوباية مية دافية والدقيق وطبعا البروكلي والبروكلي ده ايه مش هو الكرات اللفت من غير ميه نقول المقادير مره تانية ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بتحبها كل ست عرض فظيع بل فوق الفظاعه من كل دفلهات العالم لخطوط الموضه لعام 2010 هيعجبكم جدا هي الطوطه دي يا زوين ده شكله بده كاس العالم للمقتبين طب خلص قبل يلمك But now that I've had time to absorb it loving this it's all working out yeah I didn't throw any of that out It's all working out. Me and Charlie, you two. You know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, mom uses her zygodactyl feet. That means 2 toes facing forward and 2 facing backward to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created. قروا في قرفكم يمين بالله العيال دي لوزرز أكبر لوزر زي كبير هي العيال دي هتيرة واللي هي عاملين برنامج عن السحالي والإبراص دول مليين البلد احنا بنجيبهم من الحيطة بالشبشب لا ولا البت أشلي جايبالك نسوين كأنهم نازلين من الفضاء وتقول لك قاليه موضة بس ما تقوليش نسوين على رأيك يا كبير هي دي نسوين فين الست إليسة والست هياتم وال شوفي عم يعملوا كيف بنجح شوفي على فكره دي مسروقه منين؟ بندم اي راي اللي هو انا ده بتاع العيل العفش اللي غني راب اللي اسمه اكزيبت دي اللي عم يعمل كده اه صح اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطة وكل القرى المجاوره هي الحمار بس ليه كل الحمير تقليديه ليه كلهم يا ابيض يا جراي ليه مفيش حمار مميز ومن هنا بقت دي فكره البرنامج
ان احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الاحلام. وفي حاله عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي اهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكايه. ان مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزه عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثه حصل ان مشمش اتشقلبت احوال، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الارض وحوشه. والمهم قلت لازم القى حل لمشمش. عرفت ان سجوني عامل برنامج في القناه بتاعته، قلت اروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديت الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمده جوني يعني، وربنا يسترها ان شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ، عشان هو اول مشارك معنا في برنامجنا حمار الاحلام. عم سعيد، السلام عليكم يا عمتي. What's going on brother؟ بومبو تمام تمام. How you doing؟ تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. أعصابك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش، بس يلا ربنا يستر. 3 2 1. إيه ده كله؟ إيه اللي عملته في حمار؟ يا ولاد العبيطة، شفتي عملية؟ يا ساتر ايه يا هاتير انت؟ تدخل سويقة في حريم؟ العفو جنابك، حاجة مهمة. الواد بسيونيسات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تمام التمام، عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي، ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل تلفزيون في المزاريطة. عفارم عليك يا بسيوني، هذا فزاع. امر جنابك. عاوزك اول ما الليل يليل، ما احنا بالليل اول ما الناس تنام، ارتحت كده تنزل تبذر البلد كلها بوسترات وفلايرز. يلي فلايرز داي؟ فلايرز يا بروشور. انا عاوز اول ما الناس تصحى الصبح تلقى اعلانات قناتي الكبير مغرقه كل مكان. امر الجنابه، هيحصل يا كبير. فزاع. طير انت. ايه كل البوسترات دي؟ وايه المكتوب ده؟ تشوفها تظبطك تقلبها نعبطك. العجل فات امه؟ ايه ده؟ ده كمان كاتب فوق K1. K1؟ K1. يعني ايه؟ قيادة الكبير 1. K4 كبير؟ يا يا ابن اللعيبة. لا 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 لا، اوعى تقول لي ان ده اعلان خناق، ده اخره اعلان دروس تقوية، رضا زينهم ملك الكيمياء. لا 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 لا، وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زبالة، وايه الكلام المكتوب ده؟ انت عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ ايه؟ مش انه بينافسني، انه قلود ملوش ستايل، قال وانا بي زي وزي هدرس زي بقيه البلد كلها. ما هو يا جماعه مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني. طب ما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني. اه بس مفيش حد قلدني. ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي، يعني جامد بس مش جامد قوي. على فكره السلوجن ده ينفع راب جامد جدي. بص تشوفها تظبطك اها تقلبها نظبطك اجي تشوفها تظبطك كما تشوفها تعبطك اها تشوفها تظبطك. توماس انا مصدوم، لا بجد مصدوم. انا في الاول كنت فاكر ان هدرس بس هو الوحيد القلود، طلع لا الكبير كمان، ده ناقص يحلق شنبه ويشيل العمه ويعمل راسته زي، مش ممكن يعني. انا خايف بجد انام في يوم واصحى الاقي البلد كلها جوني. انا جت لي فكره برنامج حلو قوي، ممكن احطها في القناه. ايه؟ بي يور سيلف. حلوه جدا. استنى بقى، بي يور سيلف. ايه ده؟ تفتكر الكبير يكون عامل برامج شكلها ايه يعني؟ اكيد حاجات يعني كاتيانه اكيد. اكيد يعني يعني ممكن يقلد الثمانينات مثلا. يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل. عارف الورده اللي الموجي بيجيبها يمين وشمال. حبيبتي اشتقت اليك. لا ريلي اشتقت اليك. متاجي. عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج منوعات ويسميه كر سهر. بتفتكر الكبير يكون جايب مين مذيعين يعني؟ اكيد مش هجيب منى الشاذلي. مشهور يعني، بس ممكن يجيب حد من الغفره بتوعه. اشرف. اشرف. وياخد اشرف بقى يعمل بيه برنامج اشرف حول العالم. كل يوم مغامره في غيط شكل، يعني مره غيط مانجا، مره غيط موز، مره غيط لوز. حول علمك بقى، البرنامج ده هيبقى حصري على القناه. حصري حصري، بقت موضه اصلها. ده احنا هنشوف ايام ضحك جدا. بس تعرف يا معلم، احنا ربنا بيحبنا موت. ليه بقى؟ ليه؟ عشان احنا من جوه طيبين بجد وكيوت حقيقي.
يعني سبحان الله ربنا بيخلق الحاجة الحلوة وعشان تحس بجمالها وحلاوتها بيخلق جنبها الحاجة يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشوك الاثنين تين بس